جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: لم يكن لي دخل يكفيني لقضاء حوائجي وحوائج بيتي وأولادي، مما يجعلني أقبل الصدقة من الجمعيات الخيرية ومن أهل الخير. هل أنا آثمة بأخذ هذه الصدقات حيث أنني أريد أن أتحلى بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه لم يكن يأخذ الصدقات؟ هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، لا تحل لهم الصدقة لمحمد ولا لآل محمد. أما غيرهم فتحل الصدقة للمحتاجين من الفقراء والمساكين، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآيات. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا كنت محتاجة حاجة ضرورية، الطعام والشراب والكسوة والمسكن، وليس لك زوج ينفق عليك ويكفيك، فإنك تحل لك الصدقة ولا إثم عليك في ذلك.